الوعد هو الوعد. عدت إلى الدار وأنا أكاد أطير فرحا. لقد حصلت على أعلى معدل في القسم، وما كنت أتوق إليه أكثر هو أن يرى والدي نتيجتي، فقد وعدني بلعبة لطالما حلمت بها. فكلما مررت أمام واجهة المحل أخال نفسي أحمل تلك الدمية، أغير لها ملابسها الجميلة، أعتني بشعرها الطويل، وأجيبها إذا خاطبتني. ولعل من بين ما زاد في حماسي وإقبالي على العمل الدراسي هو أملي في الحصول عليها. لم أنتظر عودة أبي من العمل لأزف إليه الخبر السعيد، فلقد بعثت له رسالة قصيرة لأعلمه بذلك، وما لبث أن كلمني في الهاتف وصوته يرن من الفرح. أنا فخور بك يا رزان، وسأكون عند وعدي. قضيت النهار وأنا أفكر في الدمية، ولما عاد أبي مساء إلى البيت أسرعت إليه وسألته عنها، فقال لي: آسف يا حبيبتي رزان، أف ما أبشع النسيان، ولكن لا تحزني، فسأعود فورا لأحضرها لك. فقالت له أمي: لا يجوز أن تخرج في هذا الطقس العاصف. بل سأخرج لأنني وعدتها، فالوعد هو الوعد. وخرج أبي تحت المطر والثلج، تأخر، لكنه رجع بعد ساعة واللعبة تحت معطفه. جلس فورا إلى مائدة الطعام، فرحت أقبله وأقبله، ثم انصرفت إلى تأمل أجمل لعبة في الدنيا.